جينا نروح على البيت، بس ريحانة بتحب الطريق الطويل ما بتحب الطريق القصير. روحت على البيت سباحة ورح تجمع، حكي لنا انه لازم نروح عند المديرة نعرف معلومات عن المدرسة الجديدة تبعتنا. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم، شو عاملين؟ فكرة فيديو اليوم حاولت اخترعها وألفها من راسي، كمان مستوحاة من محبتكم لفيديو البيت الأحمر. رح أخلي العجلة الدوارة تختار لي لون عشوائي، وهذا اللون اللي رح تختاره العجلة الدوارة هو اللي رح يكون لون التحدي اللي رح نبدأ. بعد ما لفينا العجلة الدوارة طلع لنا اللون الأخضر. فكرة الفيديو رح تكون إني أعمل شخصية لابسة أخضر، شعرها أخضر، عينيها أخضر، وحتى إذا عندها حيوان ممكن يكون لونه أخضر. وبعدين هاي الشخصية رح تعمل مغامرات مثل العادة عشان يصير عندها بيت وحياة وتكون مبسوطة ومرتاحة وتعيش حياة حلوة. بس بهذا التحدي حاولت أصعب على حالي، لأنه ممنوع نعمل أي إشي إلا باللون الأخضر، لأنه ممنوع نشتري لها أي إشي للبيت إلا إذا كان لونه أخضر. ورح أحاول على قد ما أقدر كمان إنها تاكل أكل لونه أخضر، وإذا بدها تشتري لبس تشتري لبس لونه أخضر، أو إذا بدها تصنع إشي لازم يكون لونه أخضر. يمكن التحدي شوي صعب، يمكن شوي أنا لسه ما بين معي أصلاً لوين رح نوصل بالتحدي، بس تعالوا مع بعض نجرب نشوف التحدي ونشوف إيش رح يصير معنا. أبطال فيديو اليوم هم خسة وريحانة. ريحانة بنت بالمدرسة عندها بسة اسمها خسة، انتقلت من المدينة اللي أهلها عايشين فيها لمدينة جديدة عشان المدرسة اللي بهاي المدينة أحسن. وعيلتها لريحانة عندهم بيت بهاي المدينة صغير كتير، وللأسف ما فيه أي عفش أو ما فيه أي إشي، وهذا البيت لونه أخضر. البيت الأخضر هاد ريحانة وخسة رح يعيشوا فيه، ورح يحاولوا إنه يكبروه ويهتموا فيه ويملوه عفش عشان ريحانة تعيش في هذا البيت حياة حلوة وتجهز حالها عشان تعيش حياة الجامعة بهذا البيت. ممكن لقدام يصير في عنا روم ميتس مثلا يعيشوا معانا في هذا البيت لما يصير واسع ويكون فيه عفش. التحدي هو انه اي اشي لونه اخضر بنقدر انه نستعمله او نشتريه او ناكله، اي اشي لونه مش اخضر ما بنقدر نستعمله او نشتريه او ناكله. التحدي صعب شوي بس ان شاء الله انه نقدر عليه. خلينا أول إشي نحكي مع البسة خسة، نصاحبها شوي. بديت أول إشي عشان مثل ما بتعرفوا هاي التحديات دايما بنبداها بزيرو سيموليون، اخترت لها شغل، ولكني أشك إنها تقدر تروح على الشغل والمدرسة بنفس الوقت لأنه أوقاتهم تتضارب، بس لازم نقطع الشك في اليقين ونشوف هل فعلا إذا اشتغلت باريستا راح يأثر على المدرسة ولا لا. رح نلف حولين المكان ندور على أشياء، هون في مكان عشان نقعد أو نعمل ناب فيه لأنه ما بنقدر ننام معنا تخت، فبنقدر نيجي على الكرسي ونعمل ناب. نقدر ندور على الضفادع، هالشجرة شجرة تفاح، لو كنت تفاح أخضر كنت رح أقدر أقطفك وأبيعك أو أزرعك، بس للأسف أنت مش تفاح أخضر فما بنقدر نقرب عليك. الضفدع على الأغلب لونه أخضر، خلينا نشوف الضفدع. ضفدعنا أخضر بنقدر نبيعه وناخد فلوسه، ولازم كمان نعمل الواجب تبع المدرسة عشان ريحانة لازم تكون شاطرة بالمدرسة. أوه ريحانة مبسوطة إنها رح تعمل الواجب، ممتاز. خلصت ريحانة الواجب وإجت تصيد الأسماك. حسيت إنه التحدي صعب إنه كل إشي لازم نعمله أخضر، فممكن صيد الأسماك أو مصدر الدخل ما يكون لونه أخضر، بس رح أحاول قد ما بقدر إنه ما أكسر هاي القاعدة كتير. ما قدرنا نصيد السمك لأنه ريحانة ملتهية بالتليفون. عندي إحساس إنه لأنها تين إيجر تغلبني كتير بالتحدي، لأن دايما بلعب بيونج أدلتس، هاي أول مرة ألعب تين إيجر
الله يستر، لأني أنا مش كتير بتفهم مع التين ايجر الصراحة. بعنا سمكة صار معنا 16 سمليون. وصلنا ليفل 2 مصيد السمك. حاسة نايمة، صحيت حاسة. نقدر نحكي معها، نلعب معها، نعطيها تريت، لأني أنا متأكدة إنها ميتة من الجوع، بس للأسف لسه ما بنقدر نشتري لها صحن عشان تاكل فيه أو أي إشي عشان ندير بالنا عليها. فرح نكتفي بتريت وإنه نحكي معها ونلعبها شوي عشان ما تهرب منا. شطورة خسة، ما رح تهربي صح؟ آه أنا بعرف. رح نحاول إنه نروح على مكان تاني، ندور على أكل، على حمام. رحنا على الحديقة، عم بلف حوالين الحديقة أشوف إيش ممكن نلاقي. ممكن نلاقي مكان نشوي فيه. هاي حمام، نقدر نروح نستعمل الحمام. استعملنا الحمام بعدين لقينا بيت. حكينا لو رحنا على البيت ممكن نلاقي ثلاجة، إشي ناكل منه، ولكن للأسف البيت ما فيه ناس. جينا نروح على البيت، بس ريحانة بتحب الطريق الطويل ما بتحب الطريق القصير. روحت على البيت سباحة ورح تتجمد من البرد. حكيت لكم انا ما بقدر اتفاهم مع المراهقين في اللعبه، لانه المراهقين في اللعبه غريبين اكبر. روحت سباحه ومتجمده وبتحكي لكم انه انا ما بحب الفتنه. لبست اوعي الباريستا، مع انها كمان شوي بدها تروح على المدرسه. ما بعرف شو الداعي لاوعي الباريستا. كانت بالشغل وروحت من الشغل وهلا راح تروح على المدرسه، لأنه صار معنا 67 سيموليون، فعرفت إنها راحت على الشغل. رح نروح معاها على المدرسة، نتعرف على مدرستها، على الطلاب. رح نغير لها أواعي الشغل. ونغير لها الشغل كله، لأنه الشغل عم بتضارب فعلاً مع المدرسة. هيك ما رح يكون عندها لا وقت للواجب ولا وقت تروح المدرسة ولا وقت تروح على الشغل، وما رح نقدر يصير معنا فلوس ونضبط لها البيت. غيرنا الشغل وهلا بدنا نشوف ايش كاتب لنا فوق لازم نعمل. بحكي لنا انه لازم نروح عند المديرة نعرف معلومات عن المدرسة الجديدة تبعتنا، لانه احنا هلا جديد اجينا على الهاي سكول هاي. بدنا نروح عند المديرة. صباح الخير، كيف حالك يا مديرة؟ عاد تحكي لنا شوي عن المدرسة. أنا بالنسبة لي المدرسة هاي مملة، مو شايفة فيها لوحات كتير، ألوان كتير، شغلات ممكن تخلينا نحب نقعد بالمدرسة. بس يلا اضحكي علينا بكلمتين يا مديرة. هاي إجت المس كمان. ريحانة بتقولهم أنا أستسلم، أنتوا تنتن علي كتير. رح ناخذ لريحانة صورة أول يوم بالمدرسة. خلصنا من عند المديرة ورايحين هلأ نحجز لإلنا لوكر عشان نحط فيها كتبنا وأغراضنا. وين رايحة؟ ريحانة جوعانة فرايحة تاكل. بس خلينا أول إشي نحجز لوكر بعدين روحي اعملي اللي بدك إياه. رحنا عند اللوكر، حجزنا واحدة، وهلا لازم نروح على الصف. رحنا على حصة البزنس أو صف البزنس. عم نسمع الحصة، المس كتير متحمسة عم تشرح بضمير. ناخد صورة للحصة.
me the one genie, Han Rum Coin, Shakula, Ula Wat, Rinshu Shishnaha, Sneeva Polity. خلصت الحصة وهلأ في عنا لنش بريك، رح نروح ناكل لأنه ريحانة كتير جوعانة. رح ناخد أكل لونه أخضر، فأخدنا فيجي راب. كنا نقعد نتعرف على الطلاب والطالبات في المدرسة، بلكي صار عنا صاحبات، ممكن إنهم يصيروا الروميتس تبعونا. ريحانة بعدها زعلانة لأنه نعسانة. مطلوب منا هون نحكي أو نصير صحبة مع حدا من المعلمين. رح نحاول نحكي مع أي معلم من المعلمين اللي حوالينا. هذا المعلم مثلا مو راضي تحكي معه لأنها عم تحكي مع مجموعة. رح نحاول إنه نلغي المجموعة ونحكي بس مع الأستاذ نفسه عشان نصير أصدقاء معه. جت المعلمة وقعدت معنا كمان. رح نرجع نجرب مرة تانية نحكي مع الأستاذ. حكينا مع الأستاذ، هلأ لازم نصير أصدقاء مع حدا من الطلاب. رح نحكي مع البنت اللي قاعدة جنبينا. نفس الإشي مو راضي لأنه إحنا قاعدين مع مجموعة، فرح نرجع نحاول مرة تانية. خلصنا وهلأ عنا رح نروح على صف تاني بعد ما يخلص وقت الغداء. المفروض انه خلص وقت الغداء فلازم نروح على الصف. رحنا على الصف تبع اللغات. يلا مع هيك مدرسة عندهم بس حصتين وبعدين بروحوا. اجت المعلمة برضه بتشرح الحصة بكل ضمير وبكل سعادة. خلصت الحصة وخلص نهارنا في المدرسة. خلينا نقعد نعمل الواجب عشان نروح على البيت نهتم بخسة ونشتغل ونحاول نجيب فلوس عشان خسة لازمها مكان للأكل ومكان للحمام وإلا رح تهرب منه. رح نقعد بالصف نحل الواجب وناخد صورة لأنه إحنا مجتهدين ومنحل واجبنا. بعدين رح أحاول أستغل الأماكن اللي موجودة هون عشان ألبي احتياجاتها لريحانة. رح نستعمل الحمام ورح أحاول أخليها تتمدد شوي على الكنباية وتاخد ناب سريعة. أخذنا ناب، كنا نفوت على الكنباية اللي جوا لأنه ما في حدا ممكن يزعجنا جوا، بس للأسف هذا الباب ممنوع حدا يفوت عليه غير العاملين في المدرسة. فنمنع الكنباية اللي قدام غرفة المديرة. صحت ريحانة مزعوجة وبعدها نعسانة، فرح نرجع نعمل ناب مرة تانية، ناخد قيلولة مرة تانية. بس تصحى رح نروح نفقد خسة نطمن عليها نشوفها إذا بدها عايشة ولا ماتت من الجوع. كيفك خسة؟ تعالي احكي لك ايش صار معي اول يوم بالمدرسة. تعرفت على المديرة وتعرفت على المعلمات وتعرفت على الطالبات ونمت على الكنباية وجيت بعدين على البيت. خلينا نجرب نشتري لك اغراض. طبعا زي ما حكيت لكم احنا رح نجيب اغراض بس باللون الاخضر، اذا ما في باللون الاخضر ما رح نقدر نجيبه. فللأسف خسة صار عندها حمام بس ما صار عندها مكان عشان نحط لها فيه الاكل. معلش خسة سلكي وسامحيني لأنه لسه ما معنا فلوس نشتري أشياء غالية. خلينا نلعب مع خسة نطمن عليها، برضو نرجع نعطيها تريت عشان ما تموت من الجوع. خسة صالحتنا وحكتنا أنه هي مش زعلانة منه، أنها هي بتعرف أنه إحنا رح نحاول على قد ما نقدر ندير بالنا عليها. رح نحاول نروح نصيد السمك، بركي صار معنا فلوس، وكمان رح نروح ندور على ضفادع.
عم نلعب مع خستة. حبيت على فكرة البسة اللي لونها أخضر، فكرة حلوة. توقعت هتكون شكلها غريب بس طلع شكلها حلو للبسة أو لخسة أو البسة خسة. رح ننصيد الأسماك بس للأسف ريحانة مش مرتاحة ومش مبسوطة لأنها بدها تتحمم وبدها تأكل وبدها تنام. فرحنا نشوف الضفادع إذا في ضفدع ممكن نبيعه. لقيتي ضفدع؟ ما لقيت ضفدع لأنه للأسف مش مبسوطة وما حتقدر تعمل واجب على الأغلب. لا تقدر، ممتاز. نامت مسكينة على البنش تبع الحديقة. اجت البسة خسة تصحيها. ليش يا خسة؟ اتركيها تنام. رح نحكي لها انه لازم تتعلم مرة تانية ما تصحينا من النوم. نرجع نحاول ننام مرة تانية وندور على ضفدع ونعمل الواجب. خسة عم تحكي لي في تفاح على الشجرة، وانا عارفة انه في تفاح على الشجرة بس التفاح لونه احمر ما رح نقدر نقطفه. صحيت ريحانة بس للأسف زعلانة أكتر ومش قادرة تعمل ولا إشي، لا الواجب ولا تدور على ضفدع. فبالتالي قررت أساعدها مساعدة بسيطة لأنها حرام مسكينة، هي تنأجر وصغيرة. فعشان نكون حنونين عليها حطيت لها هون بهاي المدينة بالجيم ثلاجة وتخت عشان تاكل وتنام وتستعمل الحمام عبين ما انه نقدر نشتري لها اغراض للبيت. واصلا حطيت لها اياهم لانهم اخطر عشان ما نكون غشينا كتير. راحت ريحانة تتحمم تستعمل الحمام، وبعدين راح اخليها تعمل صحن سلطة لانه السلطة لونها اخضر. وللأسف ما لحقنا نعملها كل هاي الاشياء لانها راحت على المدرسة، بس هالمرة بعتناها لحالها. ورجعت من المدرسة جوعانة وزهقانة ونعسانة. رح أحاول أخليها تنام على البنش ولكن الدنيا شتاء وما رح تكون نايمة مرتاحة، رح تصحى مفزوعة. حتى البسة زعلانة لأنه ما في عندها أكل تاكله، أكيد خايفة من المطر. فرح أخذ لها الحمام تبعها جوا البيت الفاضي تبعنا اللي لسه لهلا ما حطنا فيه ولا إشي، ورح يكون أول إشي رح حطناه في هذا البيت هو حمام البسة. ريحانة كمان شوي عندها شغل ما رح تقدر تكمل النومة تبعتها، بس ممكن هلأ بس ترجع من الشغل نقدر نشتري للبسة صحن عشان تاكل فيه. راحت ريحانة على الشغل في هاي البنت عم تلم علينا، بدها تيجي تعيش معانا. والله احنا مش عارفين نعيش في البيت، تسألين اذا عندنا مكان الك؟ اكيد لا، سامحينا معلش. بس مسكينة نامت وهي جوعانة وخايفة. اسفين ما بنقدر نطلع معاكي لانه احنا بالشغل واحنا مش تين ايجرز طبيعيين، احنا تين ايجرز عندنا ظروف خارقة. طيب هلأ بنقدر انه نشتري لخسة صحن اكل. خلينا نروح ندور على صحن أكل لونه أخضر عشان نقدر نشتريه، لأن هذا صحن لونه أخضر وحقه 40 سيمولين. هون أنا نسيت إنه إحنا لازم بس الأشياء اللي لونها أخضر نشتريها، وكان كل همي إنه ما تنصعق وتموت وهي نايمة تحت المطر. فللأسف غشيت غصب عني، ولكني ما غشيت لأنه ما نمنا على البنش ورحنا مرة تانية على الجيم ننام على التخت اللي لونه أخضر وناكل من التلاجة اللي لونها أخضر ونروح نستعمل الحمام تبع الجيم. نامت ريحانة هلأ بس تصحى رح نخليها تعمل صحن سلطة وتلعب مع البسة يا خسة، لأنه جبنا خسة معانا هون عشان خفنا عليها من المطر أو تموت من الجوع أو إنها تهرب منا.
لأنه دايماً تركينها ورايحين على المدرسة أو تركينها ورايحين على شغل. بدت ريحانة تعمل صحن السلطة وإجت خاسة عندها. هون يا أصدقائي رح ننهي فيديو اليوم. إذا بتكونوا حبيتوه حبيتوا التحدي ويكون عجبكم، إذا في عندكم أي أفكار اقتراحات أو شغلات جديدة حابين نجربها مع بعض اكتبوا لي إياها، وإذا حابين كمان نضيف على هذا التحدي أشياء جديدة كمان بحب إنه نتشاركها عشان نطور التحدي، لأنه هذا التحدي إحنا اخترعناه وبنقدر إنه نتحكم فيه زي ما بدنا. شوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. إلى اللقاء يا أصدقائي.